وتنضم إلينا من بيروت ليلى خليل مراسلة الغد. أهلا بك يا ليلى. إذن البرلمان يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح في الدورة الأولى على ثلثي الأصوات، وأيضا حتى فشل في هذه الدورة الثانية لأنه لم يكتمل النصاب يا ليلى. إذن هل كان هذا كله متوقعا حسب المعلومات المتوفرة؟ بالفعل هذا كان المتوقع، كل ما حصل اليوم هذا السيناريو كان متوقعا. بداية استطاع ونجح البرلمان في تأمين النصاب للجلسة الأولى أو للدورة الأولى في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية. الورقة البيضاء كانت الفائز ب 63 صوتا، ولكن حتى الورقة البيضاء لم تستطع الحصول على نصف زائد واحد. المرشح الآخر الذي نافس الورقة البيضاء هو النائب ميشيل معوض ب 36 صوتا، عندما لم يكن هناك مرشحا فاز ب 86 صوتا أي ثلثي أعضاء المجلس. بدأت الدورة الثانية عندما تم تعداد النواب الموجودين، تبين أن النصاب قد تم تطييره. في الدورة الثانية لو أن النصاب كان موجودا وحاضرا ولو كان هناك توافق على اختيار شخصية لاستطاعت الشخصية من خلال 65 صوتا فقط الفوز بالرئاسة، ولكن بسبب الخلاف الحاصل الذي كنا نتحدث عنه والذي كان متوقعا لن يكون هناك اليوم أو لم يكن هناك من استطاعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بانتظار أن يحدد رئيس المجلس النيابي جلسة جديدة جلسة ثانية. اللافت اليوم عدا عن أنه الورقة البيضاء المتوقعة حصلت على عدد الأصوات الأكبر، أن الثنائي الشيعي الذي هما مرشحهم سليمان فرنجي رئيس تيار المردة لم يتم وضع اسمه بين الأسماء الأخرى. هذا أمر لافت، وهذا لربما يدل إلى أن الثنائي الشيعي لا يريد حرق هذا المرشح سليمان فرنجي. أيضا اللافت في هذه الجلسة لم يتم وضع اسم قائد الجيش جوزيف عون. هذا المرشح هو الذي اليوم كل المعلومات وكل المحللين يتقاطعون عند اسمه بأنه قد يكون المرشح التوافقي في مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي. إذن على ما يبدو ستكون في المرحلة المقبلة المنافسين لرئاسة الجمهورية جوزيف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي. طيب يعني ليلى، إلى حين ربما الذهاب إلى جلسة أخرى من أجل اختيار خلفا يعني خليفا للرئيس ميشيل عون، هل يمكن التكهن بأن ما بعد 31 من أكتوبر سيدخل لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي؟ هل هذا متوقع؟ هذا متوقع بالطبع منى، المتوقع لأننا رأينا اليوم سيناريو مدروس محسوب. الكل كان يتوقع، الكل كان يعلم بأنه سيكون هناك نصاب ولكن لن يكون هناك انتخاب وسيطير النصاب في الدورة الثانية، لأنه اليوم الخلاف عمودي، الخلاف حتى بين أفرقاء الصف الواحد. القوى التي تسمي نفسها اليوم المعارضة مع قوى التغيير لم تستطع الاتفاق على شخصية. القوى التي هي حليفة حزب الله وحركة أمل لديهم مرشح سليمان فرنجي، ولكن التيار الوطني الحر الذي هو حليفهم لا يريد سليمان فرنجي بل صوت بالورقة البيضاء. إذن الخلاف هو بين الحلفاء ليس فقط بين الطرفين، لذلك المرجح هو الفراغ الطويل. أيضا ما لم ينعكس أي اتفاق خارجي على الداخل كما جرت العادة في لبنان سنشهد فراغا طويلا. شكرا جزيلا لك من بيروت ليلى خليل مراسلة الغد. شكرا.